في هذه الحصة عزيزي الطالب سوف نتابع أحداث سورة الكهف ليتعرف الطلاب إلى تالي أو باقي أحداث سورة الكهف من خلال هذه الحصة ومن الآيات التي ستعرض للطالب. سنبدأ بداية بالحديث عن وعد الله تعالى بالعثور على أصحاب الكهف لإقامة الحجة على منكري البعث بعد الموت، وعن اختلاف الناس في عددهم والمدة التي لبثوها في الكهف، وأن هذا كله في علم الله وحده، ولا ينبغي للناس الانشغال بها. سنقوم خلال هذه الحصة بقراءة الآيات والتعرف إلى معاني المفردات والتعرف إلى أفكار الآيات الكريمة. أول فكرة كانت العثور على أصحاب الكهف والاختلاف في عددهم، فبعضهم اختلف في عددهم وبعضهم اتفق فيه، واعتماد الإنسان على الله تعالى في كل شيء كما فعل أصحاب الكهف، ومدة أو المدة التي لبث أو يعني نام فيها أصحاب الكهف في هذا الكهف، حيث ذكرت الآيات الكريمة أن المدة التي لبثوا فيها هي 309 سنين، والله تعالى أعلم بالمدة التي لبثوها، ولكن هم أنفسهم لا يعلمون كم لبثوا، ولا أحد يعلم بذلك. وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي يعلمه. ثم سنستزيد ببعض المعلومات الخاصة في الآيات القرآنية. فالقصة في كتاب الله تعالى اتسمت بعدم ذكر أسماء الأماكن والأشخاص وتحديد الأزمنة إلا بالقدر الذي يحقق غرض تلك القصة القرآنية، فالاهتمام الأكبر يتمثل بتوجيه القارئ إلى أخذ العبرة منها والتفكير في قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت. أما الدرس التالي فيتحدث عن المحافظة على المال في الإسلام، وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية لما للمال من دور كبير في إعمار الأرض. وقد شرع الإسلام أحكاماً وتوجيهات عديدة لبيان طرق الكسب والإنفاق والتنمية والمحافظة على المال، وفطر الله تعالى الناس على حب المال والسعي للإكثار منه، ويسر لهم أسباب مشروعة لتحصيله، وذلك لما للمال من دور في عمارة الأرض ورفاه الإنسان. نتحدث في هذا الدرس عن مفهوم المال في الإسلام، ثم ننتقل إلى أهمية المال. فالمال كل شيء له قيمة بين الناس، وأباح الإسلام للإنسان الانتفاع به كالذهب والنقود والأرض والبيوت والسيارات. أما أهمية المال ثم الأحكام التي شرعها الإسلام للمحافظة على المال، بعد ذلك ننتقل معا للحث على تنمية المال واستثماره بالسبل المشروعة وإنفاقه في وجه الطاعة وتحريم الاعتداء على أموال الآخرين. في نهاية الحصة سنقوم معا بحل أسئلة الدرس وننتهي منها.